بارك فيك وسلم على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبته الكرام وال بيته العظام المستقيم الشرفاء وبعد اخوتي الكرام. ما زلنا مع كتاب مناقب الانصار. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين المسلمين امين. قال البخاري رحمه الله تعالى عليه وفعل بعدونه وعن الصالحين قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب مناقب الانصار قال باب وما زلنا مع باب ايام الجاهليه قال حدثني فروه بن ابي المغراء من اسقاط قال اخبرنا علي بن مسلم وهو من اسقاط الاثبات عن هشام بن عروه رضي الله عنه ارضاه وهو حديثه في البصرة فيه كلام. أبو عمرو بن الزبير كان صواما قواما تقيا نقيا هو من فقاء السبعة وهو من أزبة الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها هي سيد نساء العالمين أعلم النساء على الإطلاق. نعم. أنها قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قال فلما أكثرت قالت لها عائشة رضي الله عنها وما يوم الوشاح قالت خرجت جويرة لبعض أهلي وعليها وشاح دم فسقط منها فانتفض به الحديبية وتحسبه لحما أخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ أمري فانطربوا في قبري فبينهم حولي إذا في كربي إذا قبلت الحديبية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. نعم. وقال رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة سعيد البغلاني من ثقات الأثبات رحمه الله جماعة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر من ثقات الأثبات رحمه الله جماعة عن عبد الله بن دينار وهو من ثقات من رجال الصالحين عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ابن عمر عبد الله بن عمر بن عبد الأربعة من السبعة المسلمين النبي الأمين صحابي ابن صحابي أثري. نعم. عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله أنه قال ألا من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله قال فكانت قريش تحلف بآبائها فقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. نعم. جزاك الله خير. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال مر بقى أحمد الله دي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة رضي الله عنه ولا يقوم له ويخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أهل الجارية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت نعم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا يسلمون للجمع الله فيك الله فيك الله فيك أنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقوم أنا أرسل أرسل الناس إشارة بس قال حدثني إسحاق بن ما كلمت الناس أنت قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلبي قال حدثنا حسين عن إكرمة وكأسا دهاقا طيب أنا بس قال ملأ مدة تامعة قال وقال ابن عباس رضي الله عنه سمعت أبي يقول في الجاهلية رضي الله عنه اسقنا كأسا دهاقا. نعم. أقول لك يا أخي الكريم في هذا الباب جزاك الله خيرا أنت كده هتنهي الباب سريعا صح؟ هي جاءت متابعة. نعم. قال وقال ابن عباس أكملها قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية تسقنا كأسا دهاقا. ماشي جزاك الله خير. هذا ابتدأ الحديث بالوشاح هو الكلام عن عائشة رضي الله عنها أن أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفش في المسجد يعني البيت الرضيء بيت ليس جيدا البيت الرضيء قالت فكانت تأتينا فتحدث عن فتحدثوا عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. أولا كانت هذه المرأة السوداء تتعلم من عائشة رضي الله عنها وكانت تقوم المسجد وماتت ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا ماتت فأعلموني فأذنوني ولكنهم لم يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم تضايق النبي وقالوا خشينا أن يوحى أن ننقذك ليلا فقال دلوني على قبرها فذهب فصلى وصف الناس صفوفا فصلوا خلفهم. كانت تقول يوم الوشاح من تعجيب ربنا هذا أثار عائشة رضي الله عنها أن تسألها وما يوم الوشاح قالت خرجت جويرية يعني جارية تصغير جارية لبعض أهلها وعليها وشاح من آدم فسقط منها فانحطت عليه الحدية الحداء يعني الحداء أو الحداية تحسبه لحما فأخذت فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي فبينهم حولي وأنا في كربي يعني هم يشتدون عليها في العذاب إذا أقبلت الحداية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته شوف هذه شوف المرأة
كيف فهمت أن الله تعالى أمر الحدية أن تفعل ذلك، وهي كيف تفعل ذلك، وكيف تأتي إلى موازاة الرؤوس ثم بعد ذلك يعني تلقيها بين أيديهم ليعلموا أن هذا الذي أخذته ثم ألقته فأخذوه، فقلت لهم هذا الذي اتهمتوني به وأنا منه بريئة. وهي شوف انظر يعني القصة بأسرها فيها لفتة من الأهمية المكان، وهذه لفتة التي من أهمية المكان هي هذه اللفتة، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فيعني تقول بأن الله تعالى هو الذي أتى بالحدأة أن تأخذ هذا ثم تلقي عليهم حتى ينجيني الله منهم. كان فيها مسألة مهمة متعلقة بها، وإن كانت إن كان لا حبش في المسجد، أما كانت تجلس حين تكون حائضا، خذنا هذا الحديث فيه احتمال، وإذا تطرق الاحتمال المعتمد أو الاحتمال المعتبر إلى الدليل سقط به الاستدلال، لأن الاحتمال الثاني أنها عندما تحيض كانت تخرج من المسجد، لأنها كانت تجارس عائشة، وعائشة التي قال لها مسألة نولين الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على 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 أنها كانت تعلمها ما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث مهم جدا، قال ألا من كان حلفا فلا يحلف بالله، فكانت قال شحل بآبائها فقال تحلفوا بآبائكم. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل من أهمية المكان. أول هذه المسائل أن الذين يقولون بالكراهة في القسم بغير الله، بأن الكراهة على المذهب الذي يعتمدونه، هذا في تشبه بالجهلية، وأقل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا، فهذه دلالة واضحة جدا على أن التشبه بالغير ليس من الديانة، وهو أيضا إما نقول بالحرمة أو نقول بالكراهة، نعم موجود، لكن الأصل حرمة التشبه بغيرنا، لأن النبي قال ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال من كان حلفا فلا يحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بالله فقد كفر، ومن حلف غير الله فقد كفر وأشرك. وهنا قال ألا من كان حلفا فلا يحلف إلا بالله، وهذا هذا 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 يعتبر حصر وقصر، يعني لا يمكن قسمك أن يكون مقبولا عند ربك إلا أن تحلف بالله جل في علاه، والقسم الصحيح أن تقسم بذات الله أو بربوبية الله أو بإلهية الله أو بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وإن كان هناك من يقول بأن القسم بالصفات الخبرية فيه نظر، والمسألة فيها تفصيل، وأعظم حروف القسم المشهورة هي الواو والباء والتاء، لكن الواو هي أعظم الحروف في القسم، والقسم بغير الله جمهور العلماء يرون أنه محرم لا يجوز، حتى الشافعية أصلا الذين يقولون بأنه يقول بالكراهة نفسه قال وهذه يمين مكروهة وأخشى أن يكون بها عاصية، وهذه يمين مكروهة وأخشى أن يكون بها عاصية، وهذه ده الحرمة أصلا في هذا الباب، وده قال به ابن حجر الهيتمي من الشافعية، وهذا هو الذي يركن إليه القلب لوجود الدليل على الحرمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مشركا، وأنتم تقولون هذا الخلاف معتبر. وأما الحديث الثاني حديث عبد الرحمن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت رضي الله عنها كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت، على الثناء وعلى الكلام على التعظيم الذي يصل للغلو، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة كما قال ابن أبي طالب ثم قعد، وكان آخر أمرين القعود، فقال العلماء بالنسخ، وبعض العلماء قالوا بالجمع، قالوا القيام لها جائز والأفضل الجلوس، والأفضل الجلوس لأن السماء آخر أمرين من أمره كان يجلس، ولما قام كان هناك عذر، قام جنازة يهودي قال كرهت أن تمر وهي أتعلوني، وفي رواية قال أليس معها الملك، يعني ليس معها الملك، فهو القيام كان للملك، هو أيضا قال إن الموت لفزعا فأتى بعلل، وأما القعود فصار هو الأصل عندما كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف انظر قال كان الجهلية يعفر من ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال عمر إن المشركين كانوا لو يفيدون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا الأصل في ذلك الديانة أن تخالف المشركين، فخالفهم في الحج في كل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هم لا يقفون في الحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهم يقولون كيف أفعل، يعني كيف أفعل ما لا نفعله نحن، كيف أقف في الحل وهم من الحمص،
كان الأمر شديدا عليهم، وأيضا كانوا يقفون عند المشعر الحرام لا يذكرون الله، يذكرون أباءهم إلى أن تشرق الشمس، ويقولون أشرق ثبير كما نغير، أشرق ثبير كما نغير. فكان السلام يقف ويذكر الله كثيرا، يذكر الله عند المشعر الحرام. فعندما قبيل شروق الشمس يدفع، قبيل شروق الشمس يدفع، فيدفع يدفع إلى 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 منى ليرمي الجمار. نعم. وإذلك قال أشوف قالوا كانوا يفدون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير جبل هناك، فخالفهم السلام فأفاض قبل أن تطلع الشمس. أما ابن عباس رضي الله عنه قال في قولي وكأسا دهاقة، يعني كأسا ملأة. وطبعا أصلا في هذا الباب يستدلون بقول أما وأبيك على عالم محمد القسم، نعم صحيح يستدلون بذلك، وأما وأبيك قلنا بأن هذا إما أنه تحريف من الناسخ، ولكن هذا احتمال. الصحيح نعم أن 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 الرواية هذه شاذة لم تصح، ولو قالت لم يقصد بها القسم بحال من الأحوال. ودهاقا يعني ملأ. المسألة أيضا تيمية فيها تفصيل، أفصله إن شاء الله قبل العصر وأنا على سفر، أفصله هيك بإذن الله. لكن اللفظ المحكمة قال فمن حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.